أنا جيت اليوم راح نسوي كثير تجارب أسطورية في لعبة فري فاير. اليوم راح نحسب عدد السيارات كلها الموجودة في فري فاير، وكمان اليوم راح نحسب عدد التوكن الموجود في الماكينات الموجودة في فري فاير. وأهم شيء موجود في هذا الفيديو هو راح أوريكم كيف تقدر تقتل 4 أشخاص برصاصة واحدة. طبعا يا شباب لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وليست جو. يلا نبدأ بأول تجربة. أوكي شباب، أول شيء وأول مهمة معنا اليوم هي ضروري نعرف كم سيارة موجودة في كل الخريطة تبع برمودا. فهمتوا؟ انتو كم تتوقعوا من سيارة؟ انا اتوقع راح تكون 24 سيارة. انا احب رقم 24، لذلك يا شباب راح اقول انه 24 سيارة. فهمتوا؟ ليتس جو، راح اروح مباشرة لهذا الصندوق تبعي، ابدأ اقفز من مكان الى مكان حتى احسب كل السيارات الموجودة في الخريطة. شباب بدي اياكم تكتبوا لي في التعليقات كم تتوقعوا من سيارة موجودة في لعبة فري فاير، يعني راح افحص كل الخريطة حرفيا. اول شيء هذا المكان ليس فيه اي سيارة، لذلك ما راح ارجع له بعدين، خلوني اتأكد. انا جبت اللانش باد اللي هو اهم شيء عندنا في هذا الفيديو، خلينا ننتقل من مكان لمكان. فهمتوا كيف؟ كيف راح احسب عدد السيارات؟ راح امشي هيك يعني على الجوانب وبعدين اصير ادخل للوسط. فهمتوا؟ لذلك اول مكان راح اطير لعنده هو سانتوزا. نحسب السيارات ويا رب يكفينا الوقت، لانكم كلياتكم بتعرفوا يا شباب انه الزون تتحرك بسرعة. فهمتوا؟ يا رب يكفينا الوقت هيك نروح جوانب 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 بعدين ندخل الوسط. فهمتوا كيف؟ يلا ليتس جو، انا اعرف الاماكن اللي فيهم سيارات حرفيا. يلا ليتس جو، روح لاول مكان فيه سياره اللي هو هاد. اوكي ليتس جو. كثير ناس يقولوا لي صحراوي انت داخل جيم بلاي عادي. لا انا ماني داخل جيم بلاي عادي، انا داخل روم. هذا المكان ما فيه ولا سياره. في الجهه الاخرى اتوقع ما يحطوا سيارات ابدا، صح يا شباب؟ انا اتوقع ايوه ما يحطوا سيارات هون، احتمال يحطوا سياره مش موجوده. خلوني اروح للمكان اللي او في سياره هون، في سياره شفتوها، في اول سياره هون، السياره الزرقاء هاي اول سيارة. خلوني اروح بس الاماكن اللي فيهم سيارات، في نفس الوقت اتفحص يعني اطير واتفحص يا شباب. فهمتوا؟ اوكي سيارة رقم 2 ليتس جو، السيارة الثانية هون، خلوني اروح هون كمان يحطوا سيارة. دقيقة انا بعرف هون يحطوا سيارة، عندنا 2 سيارات، السيارة الثالثة ليتس جو، حتى في الجسر يحطوا سيارة ليتس جو يا شباب. خلوني اطير بهيك بشكل اسطوري. اوكي عندنا 3 سيارات وهي 4 سيارات شباب، هون كمان يحطوا سيارة انا متأكد. دقيقة اوكي ليتس جو، هون ما في سيارة، اتوقع هون ايضا يحطوا سيارة. ليتس جو، هون يحطوا 2 سيارات بالعادة. اوكي كم عندنا؟ 4 5 سيارات ليتس جو، انا بعرف كل الاماكن اللي فيهم سيارات. 6 سيارات ليتس جو، 7 سيارات ليتس جو، اتوقع هون كمان في سيارة. 7 سيارات، 8 سيارات ليتس جو، لحد الان عندنا 8 سيارات. شوف صعبة 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 اني احسبهم لوحدي. 9 سيارات شفتها. يلا ليتس جو، كم عندنا حاليا؟ 9 سيارات يا شباب. يلا ليتس جو. لا اسوأ شيء، اسوأ شيء يصير معك حرفيا. عندنا 9 سيارات ليتس جو، 10 شفتها هون، ما في 11 ما في. اوكي في 10 هناك شفتها يا شباب. ليتس جو، 10 11 سيارة ليتس جو. هاي جو، شوف صحراوي يجيبكم افكار حلوة يا شباب. اوكي 11 سيارة، دقيقة بس. يلا ليتس جو، عاد امشي بس بالجوانب اشوف السيارات. 11 12 سيارة هون كمان يحطوا سيارة اتوقع. دقيقة ايوه يحطوا. 13 سيارة ليتس جو، اقدر العب خارج الزون اتوقع عادي. 14 سيارة ليتس جو، الى حد الان وجدت 14 سيارة ليتس جو. خلينا نروح لمكان ثانية فيها سيارات، هون راح نلقى كثير سيارات. شو قلنا يا شباب حاليا؟ قلنا 14 سيارة ليتس جو، 15 سيارة شفت هذه خلاص ما راح ارجع لها الموجودة بالجراج. 15 سيارة، 16 سيارة ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو، 16 سيارة عندنا، 16 سيارة لحد الآن. هون في كثير سيارات. اوه شوفوا 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 التنظيم، 16 سيارة، 17 18 19 20 21 22 23 23 سيارة هنا. شكرا يا صديقي على التنظيم. ليتس جو، كم؟ 26 صح؟ إذا غلطت تكتبوا لي بالتعليقات، أتوقع حسيت 26 نسيت. يلا ليتس جو، 26، أتوقع هون جمع هو كل السيارات الموجودة هون، حطها بمكان واحد. عندنا 26 سيارة أتوقع يا شباب إلى حد الآن. شباب تخيلوا بس بالبداية صار عندنا 26 سيارة، ليتس جو. أوكي في سيارة هون، شو طلعت لي بالماب؟ 26، خلينا راح تصير 27، أيوه هذه هي 27، 27 سيارة، خلينا نطير هون. شباب نحس الزون ما راح تساعدنا، ما راح يساعدنا الوقت صح؟ عندنا 27 سيارة لحد الآن، ليتس جو. لا شوفوا وين نزلت اصلا،
دمج او شت. المفروض اني احط شخصيات تخليني العب خارج الزون. 28 سياره شفتها موجوده بالكراج. اوكي ليتس جو. شوفوا كم تتوقعوا سياره موجوده بالموب؟ انا اتوقع كثير. والله كنت اتوقع 24. اوكي كم كنا؟ 28 29 سياره 30 سياره 30 سياره ليتس جو. هون كمان يحطوا سيارات من اي جهه يحطوا. اوه 31 سياره. والله ما كنت متوقع حتى هون يحطوا سياره اتوقع واحده. حاليا عندنا 28 سياره يا شباب. 29 كم كنا 30؟ انا غبي. 31 سياره يلا ليتس جو. 32 يلا 32 سياره. شباب كنت اتوقع 24 سياره والله طلع عدد كبير. 32 سياره ليتس جو. المشكله الزون تدمج كثير. وهون في سيارات يا شباب ضروري انه نشوف نتاكد. هون في سياره ضروري نشوف نتاكد. في سياره 33 سياره دقيقه بس 34 سياره. والله يا شباب الزون صار تدمج والحمد لله احتسنت وزه. خلاص ما في داعي اني اروح. خلوني اروح لهون نشوف كم عندنا. 33 سياره يا شباب. هون وين راح نشوف السيارات؟ لا 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 ما شفت سيارات الفاكتوري من جهه الاخرى. شوف بس جهه واحده ايوه هون ما شفت. 33 سياره. هون ما في سيارات اتوقع. هاي جهه كمان يحطوا فيها سياره ما انتبه. هون كمان يحطوا سياره حتى على الطريق هون ستريب. يلا ليتس جو. عندنا 33 سياره يا شباب لحد الان تقريبا غطيت كل الاماكن. اوكي 34 سياره ما شفت سيارات الموجوده بستريب للاسف. احاول اخرج من الزون شوي مشان اشوف من بعيد شو كنا نقول. 34 سياره صح يا شباب ليتس جو. 34 هون ما اتوقع في سيارات. 34 سيارة ما في سيارات هون بس احتمال هناك كالاستواء ما شفنا كمان خط الاستواء. ليتس جو شباب. 34 سيارة صعبة صعبة انك تحسب كل السيارات لوحدك شباب. هو التحدي اني انا احسبهم لوحدي لكن بصراحة صعبة جدا. 34 سيارة يلا ليتس جو. خلوني اسوي دم لانه انا قاعد العب سولو راح اموت فهمتوا كيف. عدنا الى حد الان 34 سيارة حسبتها في الخريطة. اتوقع انه في اكثر انا اتوقع. اوكي راح اكمل احسب شباب. لا تنزلوا السيارات العملاقة ما راح احسبها. ما راح احسب سيارات العملاقة راح احسب فقط السيارات يا شباب اللي تحطها شركة فري فاير فهمتوا. عندنا 34 سيارة خليني اطير هون اشوف كمان. 34 سيارة هون كمان يحطوا سيارات هون 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 كمان يحطوا اربع سيارات اتوقع. 34 35 سيارة حتى هون من هاي الجهة شباب يحطوا سيارات بس راح تدمجني الزون. يلا احاول اشوف كم قلنا. 35 سيارة هون ما اتوقع يحطوا. بيحطوا بجنب هذا المنزل. 35 36 سيارة يعني عدد الى حد الان 36 سيارة موجودة في الخريطة. خلوني ادخل الزون واوريكم الاماكن اللي عددتها. كم قلنا؟ قلنا 36 سيارة الى حد الان صح يا شباب. شوفوا شباب ركزوا معي. حسبتها 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 هاي ما حسبتها اتوقع في سيارة. حسبتها 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 هاي ما حسبتها. وكلوك ساور حسبتها. ما حسبت بس خط الاستواء وبمسكت ستريب. بمسكت ستريب حسبتها ما فيها سيارات بس ما حسبت هون احتمال يحطوا 2 3 وهون واحده. وهذول كل الماب حسبتها حرفيا كل الماب حسبتها ما عدا خط الاستواء ما حسبتها فهمتوا. وجدت 36 سياره بدون السيارات الموجوده بخط الاستواء. يعني اقصى عدد سيارات ممكن توصل له في الماب هي 40 سياره. اتوقع راح يكون يعني نفترض خط الاستواء فيها 2 يعني المتوسط راح تكون 38 سيارة موجودة في خريطة فري فاير. حسبت كل السيارات شباب حاليا بما انه كملنا موضوع السيارات كنت بقدر اسوي عليهم فيديو لوحدهم لكن انا حبيت اني اسوي لكم فيديو فيه كثير اشياء جديدة انتم ما تعرفوها على فري فاير. حاليا تحدي السيارات عملناه راح نروح التحدي اللي بعده اللي هو راح اجمع كل التوكن تبع الماكينة اللي تعطيك 200 توكن شفتوها. راح اجمع كل التوكن تبع الماكينة اللي تعطيك 200 توكن ونشوف هل بجد هدول توكن يعني راح يكون عددهم كبير او عددهم صغير فهمتوا كيف. المهم يا شباب حاليا كلياتكم اطلعوا من الجيم وخلونا ندخل للجيم اللي بعده. يلا يلا اقتلوا حالكم. اوكي شباب التحدي اللي بعده راح انزل للخريطه وراح احاول اني اجمع كل التوكن الموجود. حاليا عندي صفر توكن يعني اذا لقيت 500 توكن في الخريطه ما راح اجمعها فهمتوا. راح اجمع فقط هدول الماكينات اللي بيعطوكم توكن كلكم تعرفوهم صح شباب. خلوني سريع لانه مثل ما لاحظتوا في الجيم اللي فات ما قدرت اغطي كل الماب فهمتوا. اوكي نبدا راح نروح لكل النقاط الصفراء هاي اللي انتم شايفينها. شوفوا هاي النقاط الصفراء هاي اول 200 كيف عندي 800؟ جبت 600 يا شباب اتوقع من هذاك الصندوق. راح اشيل ال 600 تبع الصندوق اخلي عندي فقط التوكن تبع الماكينه. انا اتوقع اني حافظ اماكنهم هون. اتوقع اني حافظ اماكنهم ايوه انا حافظ. اتوقع اني حافظ ليتس جو. يلا راح نبدا بالشيب يارد الرحله. حاليا 400 توكن ليتس جو. التوكن اللي بعدهم راح احاول اني اجمع حتى التوكن البعيد ما راح اهمله ليتس جو. يلا شت بدات رحله الموت. المفروض اني حطيت اشياء اني العب خارج الزون لكن اوكي. هون في 200 توكن في كثير ناس ما يعرفوها شباب. راح اطير لعندها اوكي. راح نشوف فقط التوكن تبع هاي الماكينه يا شباب كم راح يكون فهمتوا.
ليتس جو. يلا صارت عندي الحين. شباب راح نجمع فقط التوكن تبع الماكينه ونشوف توكن الماكينه لوحده كم ممكن يعطيك من توكن. ليتس جو. هاي التوكن اللي بعدها. شيء حلو انه موجود نقاط صفراء بالماب تبين لنا التوكن القريب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. المشكله انه الزون بلشت يا شباب. الزون بلشت والله يا شباب. في كثير توكن ما راح تقدر تجمعهم لوحدك. مو ما راح تقدر بس راح يكون صعب. فهمتوا؟ يلا ليتس جو. هاي اللي بعدها. انا ما بدي اروح للتوكن اللي بجنبي. اعرف انه في بجنبي توكن لكن انا بدي اجمع التوكن اماكن بعيده على الزون وبعدها اجمع الاماكن اللي بوسط الزون. فهمتوا؟ يلا ليتس جو نجمع التوكن هون. الله ليتس جو. خلينا نشوف الزون وين. الزون بالبيك. اوكي حاليا عندي 1600 توكن مثل ما انتم شايفين. كم تتوقع موجود من توكن يا شباب؟ اوكي هون كمان في كثير توكن. خلينا نجمعهم مع بعض. سكور 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 سكور. اتوقع هون تحت في توكن صح؟ ثينك. لا ما في توكن. في بس 400. انا لا في. انا اعمى. شوفوا هاي ما ظاهره يا شباب. ما تطلع النقطه الصفراء تبعها. فلنطر الى هنا. اوه شوفوا طرت للماء. انا غبي. لكن اتزكي عدنا اللانش بات. تتحرك بسرعه باللانش بات. فهمتوا كيف يا شباب؟ وين التوكن وين؟ شباب في كثير ناس راح يقولوا لي صحراوي ليش ما تتحرك بالسيارات احسن؟ حسيت انه اللانش بات يعني ياخذك للمكان بالضبط تبع التوكن. فهمتوا؟ يعني اللانش بات اسرع بصراحه حسيت. ليتس جو. هاي التوكن اللي بعدها. خلونا نروح بس التوكن اللي بعيده من الزون بعدين نروح التوكن القريبه من الزون. طيب احاول يا شباب احاول اجمع كل شيء. انا اتوقع راح يكون صعب الموضوع لكن اتس اوكي. يلا ليتس جو. هاي التوكن اللي بعدها. حاليا هاي التوكن اللي بعدها. اتوقع اني حافظها. اتوقع اني حافظ كل التوكن. ليتس جو. في توكن هون. لستنا سنطوزه لستنا كثير اماكن. فهمتوا؟ يلا ليتس جو. فلنطر شباب. لازم احاول الف كل الماب. والله الموضوع يا شباب راح يكون طويل كثير لكن اتس اوكي. الصحراوي يقدر على اي تحدي يا حبيبي. اتوقع انه في توكن هون صح فوق. شباب الفيديو مفيد يعني حتى لكم. يعني في كثير ناس ما يعرفوا اماكن التوكن. يعني منها راح تشوف وتستمتع فكره جديده. راح تشوف يعني كيف انا قاعد اجمع توكن وبنفس الوقت انت قاعد تتعلم الاماكن اللي فيهم توكن اللي انت ما كنت تعرفها من قبل. فهمتوا؟ ليتس جو. خلينا اجمع هون توكن. اند ليتس جو. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شوفوا شباب كل هاد التوكن اللي عندي انا جمعته فقط ب 200 توكن. فهمتوا؟ يلا ليتس جو. اتوقع هون ما في شباب 200 توكن من هاي الجهه. لا تجوا لهي الجهه ما فيها 200 توكن. من الحين اقول لكم لما تكونوا تلعبوا في جيم بلاي عادي. انا بس قاعد اوريكم والله فيها. انا غبي يا شباب. انا غبي. شفتوا؟ قاعد اتعلم معكم. قاعد اعلمكم وبنفس الوقت اتعلم معكم. اتوقع انه هون في 200 توكن صح. ايوه في. سكول 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 سكول. البارس كمان راح نجمعها. شفتوني قاعد الف على الماب. يعني قاعد اروح بس للاماكن اللي قريبه من البحر بعدين راح اروح للاماكن اللي بالوسط. فهمتوا؟ لانه اكيد بديهيا الزون راح تكون فيها تكون في الاماكن اللي بالوسط. فهمتوا؟ هون كمان في كثير توكن. ليتس جو. 4000 توكن بدون ولا كيل فقط من الاماكن تبع التوكن. يلا ليتس جو. يلا سكو. خليني اخذ توكن وبنفس الوقت اخذ ميد كيت وننطلق. هون في كثير توكن اتوقع اغلبيتكم بتعرفوهم. هون في توكن وهون كمان في توكن. انا بكره بس التوكن اللي يكون في اخرة الماب. فهمتوا؟ اوكي حاليا صار وضع الجد. صارت الزون صغيرة وبنفس الوقت ما رحت الاوبزرفاتوري هونغار. ما رحت لهدول الاماكن. اتوقع انه بالنهاية راح اصير احسب بيدي. اوكي يعني احسب هيك اميز بعرف يعني اماكن. في اماكن انا بعرفها انه فيها توكن راح احسبها من بعيد. ليتس جو. خليني اجيب اقرب توكن عندي وانطلق. التوكن اللي بعده. ليتس جو. صعبة صعبة لوحدك انك تجيب توكن حتى لو بالسيارة. احس انه هيك اسهل من السيارة. انا اتوقع اوكي اسهل من السيارة واسهل من الركض واسهل من كثير امور. فهمتوا؟ لما تكون بالمكان اجمع هيك التوكن ولما تكون دقيقة. يلا شوفوا 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 كم عندي توكن حاليا. خليني اطير هون. كمان في توكن. في على اليمين توكن. في كثير اماكن فيهم توكن يا شباب. فهمتوا؟ بس ما بدنا الزون تقتلنا. هذا اهم شيء. لو تقتلنا الزون ما راح نستفيد ولا شيء. فهمتوا؟ شوفوا نزلت عند التوكن بالضبط. يلا ليتس جو. يلا ليتس جو. خليني اجمع كمان هدول التوكن. جاءك الصحراوي. ايوه التوكن الجميل. ليتس جو. شيل هاي تبطئني. ليتس جو. جمعت التوكن هاي. شباب الاماكن اللي ما رحت لها انا اتوقع اني بعرف كميه التوكن الموجوده فيها لذلك راح احسبها لوحدي. فهمتوا؟ في توكن هنا خلوني اجيبه لانه في اغلبيه الاماكن انا بعرف كميه التوكن فيها. فهمتوا؟ بس الاماكن النائيه هاي تحتاج منك انك تروح لها شخصيا. يعني ما تزبط انك تحسبها من بعيد. فهمتوا؟ حاليا شوفوا ايش راح نسوي. راح ادخل هون الزون اول شيء واظبط الدم تبعي مشان ما اموت. هذا الشيء ضروري. بعدها راح اوريك بشيء مهم. فهمتوا؟ راح نسوي شيء مهم جدا. في اماكن انا ما رحت لها في اماكن رحت لها صح. عندي حاليا 6200. اوكي شوفوا تبعوا الماوس. بدات الرحله من هذا المكان وهيك كانت الرحله. هيك 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 حتى لهون ودخلت هون. فهمتوا؟ هون
في 600 توكن، هون في توقع 600 كمان راح تكون 1200، هون في 600 كمان 1800، هون في 600 800 1800 و 800 2600، هون في 600 كمان 3200، وهون كمان في تكون 200 هيك مفرقين، يعني راح تكون 3600 الى حد الان. انا حاسب 3600، هون كمان في 200 وهون كمان في 600، كم قلنا 3600 و 600 4200. خلوني احسب بس التوكن القريب مني حاليا، احسب اوكي، قلنا 4200 توكن الى حد الان، 4200 توكن صح اوكي. خلوني اجمع هاد وهاد وهاد القريب مني، راح اقول لكم كم موجود شباب. الاماكن اللي ما قدرت اني اوصلها جمعتها بس بفمي، فهمتوا يعني؟ على حسب انا ما اعرف ما اتذكر اوكي، بس اغلبيه الاماكن اوكي. في بالبوشينوك ما اخذت كمان 800، اتوقع 800 بوشينوك كمان مع ال 4200 راح تصير 5000 كمان. هون في هاي الجهه في 600، اتوقع 5600 مع ال 7000 الموجوده عندي راح تصير كم يا شباب؟ النتيجه راح تصير 12000 توكن و200. يعني شباب في كم تقولوا 12200 12400 12600 هو عدد التوكن الموجود في الماكينه فقط، يعني الماكينه اللي تعطيك 200 توكن. ما حبيت اسوي شخصيه سوزي مشان احصل على 300، حبيت اخذها بس 200 واشوف كم راح يطلع العدد. المهم عدد التوكن الموجود في الاماكن الماكينات اللي تعطيك 200 توكن في الماب هو من 12000 الى غايه 13000، مستحيل اقل من 12000 ومستحيل اكثر من 13000. انا هذا هو العدد اللي طلع معي. طبعا شباب اتمنى اني افدتكم بهاي الروب، وخلونا نروح الجزء اللي بعده اوكي، اللي هو اهم جزء معنا اليوم. شباب اخرجوا بالروب اوكي. شباب حاليا وصلنا لاهم نقطه عندي في هذا الفيديو. بالنسبه لي هذه النقطه يا شباب راح اقتل 4 اشخاص، 1 2 3 4 برصاصه واحده. خلوني اشيل كل الاسلحه، عندي 35 رصاصه في هذا السلاح، راح اسوي هيك واحد برصاصه واحده. هل بتقدر انك تقتل 1 2 3 4 اشخاص؟ خلونا نكتشف مع بعض. شوفوا شباب راح يروحوا كلهم بالزيبلاين ويرجعوا، الزيبلاين راح يحطهم في نفس المكان بالدقة يعني بالمليمتر، فهمتوا؟ هذا هو قانون اللعبة مثل ما سويناها من قبل في فيديوهات قديمة. راح احط سكوب على الرأس واشوف هل رصاصة واحدة راح تكفي انه تقتل 4 اشخاص ولا لا. شباب هاي راح تكون سلسلة تجارب اسطورية، كل مرة نسوي شيء مختلف، فهمتوا؟ يلا سكوب، اول شخص، 2 3 4 اشخاص في مكان واحد. تتوقعوا رصاصة واحدة ستفعلها؟ ما ادري. ليتس جو. في كثير ناس يقولوا لي صحراوي عادي اضرب بوكس راح تقتلهم كلهم. انا ما بدي اقتلهم كلهم، الفكرة هي اقتل 4 برصاصة واحدة. بقدر اجيب منجل او سكين او مقلاة، اضربهم بالمقلاة يموتوا في 4، فهمتوا؟ لكن لازم رصاصة واحدة، حتى شخص يسويها. 1 2 3، عندي 0 كل. 1 مات واحد، بدي واحد. انت اللبس اسود روح اصعد زيبلاين وارجع حتى تنزل معهم، روح حتى يبقوا 4، لازم تبقوا دائما 4، فهمتوا شباب؟ لا تتحركوا اوكي، اياكم وتتحركوا تجلسوا، اللي يشوف حاله خلاص تحرك لازم يطلع زيبلاين ويرجع. جربنا بسلاح الاوغ لم تزبط معنا، حاليا خلوني نجرب بسلاح اخر. اتوقع شباب مستودع انفتح، لا لسه ما انفتح، خلوني اجيب سلاح اخر يا شباب حاليا. سلاح هذا البي 90، يلا بي 90. والله شباب في كثير رصاص راح نعاني مشان نفرغ البي 90. اوكي 5 4 2 1، هل بيتزي راح يفعلها؟ لا تتحركوا ولا ترقصوا اوكي يا شباب. 1 2 3، بيتزي يفعلها. عندي 1 كل، عندي 2 كلات، وكأن شيئا لم يحدث. خلوني اشيل هذول الاسلحة واجرب اسلحة اخرى مرة اخرى، فهمتوا؟ اوكي حاليا راح نسويها. يلا روحوا 4، لازم تصيروا 4. حاليا كم موجود من انسان هنا؟ 3 و4، راح واحد خلاص. حاليا صاروا 4 اشخاص واقفين في نفس النقطة. تروجون كمان مهم، هل راح نقدر نفعلها بالتروجون؟ اي ثينك بنقدر. اوكي المشكلة بالتروجون بيضرب بثلاث رصاصات، فهمت؟ فيك فينا نسويها وان شوت. يلا رصاصة واحدة في الترقون، هل ستفعلها؟ سنرى الآن. لا تتحركوا يا شباب، رصاصة واحدة بالترقون ضد 4، عندي 2 كلات 3 كلات، الترقون فاشل في هذه المهمة. حاليا خلوني افتح هذا المكان لانه اكيد راح يكون في اسلحة فاير صح؟ ليتس جو، خليني اشيل الام بي 40 الغبي ونجيب اسلحة فاير. خلوني احسبكم كم من شخص، 1 2 3، واحد فيكم يروح. يلا اوكي شباب حاليا عندي رصاصة في الدراجانوف. شباب بسرعة 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 الزون، لا تحركوا. 1 2 3، 4 كلات. اهربوا من الزون اهربوا من الزون اهربوا من الزون، متعوا. لا بس
دمنا واحد تلمسنا الزون نموت. اوكي اصعدوا بالزيبلاين هاد، اصعدوا بالزيبلاين هاد. والله مشكله يا شباب، توصل عليك الزون انت دمك واحد، والله مشكله. شوفوا لما توصلوا بالزيبلاين لا تتحركوا. اوكي خلينا نجرب بالاوم، بدي اجرب. لا تتحرك لا تتحرك صديقي، لا تتحرك. او باقي بس اثنين. اوكي راح نشوف، احتمال بتقدر اقتل اثنين، فهمت؟ ليتس جو. حطها هيك الاوم. ما تقدر ما تقدر يا صديقي. لا 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 لا، بعدوا كلكم بعدوا كلكم الزون. أحلام العصر، والله أحلام العصر. عندي فكرة تخليكم توقفوا في نفس النقطة، هي العجلة. العجلة، تعالوا تعالوا بسرعة بسرعة. العجلة اللي في كلوك تاورة، لما تكون العجلة منحنية معناتها بتحطكم في نفس المكان، فهمتوا؟ تعالوا 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 كلكم هون عندي، قاعد أضرب بسلاح. بقي واحد معي في الجيم، لن تصبط معنا. المهم شباب خلونا نجربها مرة أخرى لكن بالحل. شباب دائما عندي حل يخليك تقتل أربع أشخاص برصاصة واحدة، خليني أوريكم الحل الآن. الحيرة أعطيكم الحل، بس لو تشوفوا شخصياتي راح تعرفوا وش هو الحل اللي راح يخليك تقتل أربعة برصاصة واحدة، فهمتوا؟ شباب مثل ما أنتم شايفين عندي رصاصة واحدة في هذا السلاح، وعندي رصاصة واحدة في هذا السلاح، صح؟ شباب خليني أحط السلاح هنا اللي فيه رصاصة والعب بالشوتجن لوحده. اربع اشخاص في نقطة واحدة، كيف ستجلدهم برصاصة واحدة يا صحراوي؟ شاهد وتعلم. واحد اثنان ثلاثة، اول شيء تعال نجي منهم، احتمال نقتل اكثر من واحد. ليتس جو، قتلت اثنان وجاء معي الرصاص. شفتوا الفكرة كيف؟ حاليا خلوني يا شباب اغير سلاح اخر، مثلا هذا السلاح اللي فيه رصاصة واحدة مثل ما انتم شايفين. شباب هذا السلاح فيه رصاصة واحدة، شباب عندي رصاصة في هذا السلاح، رصاصة في هذا السلاح. خلوني بس اشيل هذا السلاح واضرب من بعيد، فهمتوا؟ شوفوا كيف تقتل اربع اشخاص برصاصة واحدة. في كثير ناس راح يقولوا لي صحراوي انت لما قتلتهم لوتتهم. شوف ما عندهم لوت اصلا، وراح اضرب من بعيد مشان تشوفوا. شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، كانت عندي رصاصة واحدة. شخصية جاي تعطيك رصاص، كل ما تقتل شخص تعطيك رصاص إضافي، هذا هو السر الموجود في هذا الفيديو، فهمتوا؟ أبوي شباب لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، فهمتوا؟ كان معكم الصحراوي أسطورة العالم، أني رحت.